في البيوت كما في المكاتب تشيع النباتات المنزلية أو نباتات الظل البهجة والراحة وتضفي على المكان لمسة جمالية. ميزة هذه النباتات أنها يمكن أن تعيش في أي مكان بشرط أن نوفر لها الظروف الملائمة لها من ضوء، حرارة، رطوبة. تحتاج هذه النباتات للضوء بدرجات متفاوتة. بعضها محب للضوء، لذا ينبغي أن نضعها في مكان ينتشر فيه الضوء بشكل جيد. وبعضها تكفيه كمية معتدلة من الضوء. وبعضها يكفيه الضوء الخفيف. والضوء المناسب للنبات يبعد عنه المرض ومثل الضوء الحرارة. وبشكل عام يعتبر مدى الحرارة المناسبة للإنسان ملائماً للنبات أيضاً، باستثناءات قليلة لنباتات تحب البرودة أو الحرارة العالية. والماء ضروري لنمو كل نبات، وعادة تحتاج النباتات الكبيرة والكثيفة الأوراق والمزهرة إلى كميات أكثر من الماء. وفي كل الأحوال علينا عند شراء نباتات الظل هذه أن نعرف جيداً أي ضوء يناسبها وأية حرارة تلائمها وأية كمية من الماء تنفعها.